انا احب لعبة Call of Duty واظن هالشي واضح نص فيديوهات القناة عن اللعبة، ومن عام 2009 الى الان 2023 كل سنة اشتري جزء Call of Duty الجديد والعبه، بس في سنة سحبت فيها على Call of Duty وما لعبتها الا شيء جدا بسيط، وهذه كانت 2018 والسبب نزول فورتنايت. ايه اظن معظمكم ما يعرف هالمعلومة، بس ادمنت على فورتنايت في بدايتها وظليت سنة كاملة ما العب الا اللعبة، بس بعدين مع التحديثات والتغييرات سحبت عليها ورجعت الى كول اوف ديوتي. بس الان صار تحديث لفورتنايت رجع اللعبة نفس اول يوم نزولها، فخلنا نلعب اللعبة مع بعض الان ونشوف هل هالسنة هسحب على كول اوف ديوتي ولا لا. بس قبل ان نبدأ هذا الفيديو عليه giveaway على 10 OG باتل باس لفورتنايت، اذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيهم كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك اي تعليق اسفل الفيديو، ويلا خلنا نبدأ. بس قبل أن نبدأ خلني أحكي لكم عن أحد أفضل مواقع العالمية واللي موجود في جميع دول الخليج، واللي هو موقع شيئن. موقع شيئن راح تلاقي فيه كل شيء يخطر في بالك حرفيا. بعض الناس مفكر انه الموقع فقط للملابس، بس لا، ادخل على الموقع وراح تلاقي اي شيء يخطر في بالك. واللي يميز الموقع هو اسعاره الرخيصه. شيكوا صفحه شيئن ويكلي كريزي ديلز، الرابط موجود بالوصف، راح تلاقوا عده منتجات اسعارها جدا رخيصه. مثلا عندنا ماوس وكيبورد جيمينج وفيهم اضواء الار جي بي بسعر 41 ريال فقط، وفي مايكروفون احترافي للجيم بسعر 73 ريال، او لو تحتاج سماعة جيمينج ففي سماعات بسعر 15 ريال فقط، او لو تبي سماعة صغيرة وايرلس للموبايل ففي سماعات بسعر 18 ريال. وغير منتجات الجيمينج في منتجات راح تحسن الغرفة او السيت اب عندك، نفس اضاءة ار جي بي او هذا الكوكب اللي كمان فيه اضاءة، او هذا الجهاز اللي يعطي اضاءة غيوم في غرفتك، واغلى واحد منهم سعره 30 ريال. وفي كل شيء ممكن يخطر في بالك، منتجات للموبايلات، للتصوير، للمطبخ وأي شيء ثاني، وكلهم بأسعار جدا قوية. فزوروا موقع شيئن الآن والحقوا على العروض الرهيبة، الرابط موجود بالأسفل، ويلا خلنا نبدأ في الفيديو. أوكي شباب، حتى موسيقى فورتنايت الأصلية رجعوها مثل ما سامعين، جدا رهيبة. أوكي شوفوا هذا السكن، كان يعتبر جدا نادر على وقتها، سويت فيديو على اليوتيوب أتذكر شرح كيف يطلعوا هالسكن، جاب 500,000 مشاهدة. بس عشان تشوفوا أني لاعب قديم لاعبين فورتنايت، شوفوا السكنات اللي عندي، شوفوا هاي السكنات من الموسم الأول والموسم الثاني على ما أظن، فأي من زمان ما لعبت اللعبة. المهم خلنا نحط سكين ثاني. أوه هذا اللي كان يحط هالسكين كان يعتبر لعيب. طيب خلنا نفوت ونلعب ونشوف هل المستوى لسه موجود ولا لا. والله لسه بدون لا أنزل ورجعت لي ذكريات رهيبة من هالماب. أوكي أبي أنزل بتلتد. أوه هنا تلتد. أوكي أنا متعود دائما كنت أنزل على تلتد، ويا قاتل يا مقتول، فخلنا نشوف. الله يستر. شوفوا تلتد يا شباب، شوفوا تلتد نفس ما هي. أوه لا، في واحد نزل هنا قبلي. وين أروح؟ والله زحمة تلتد، والله زحمة. هنا بسرعة بسرعة بسرعة، يلا 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 يلا. أوكي أوه شوتجن البومب، هلا والله. كان في حركة تأخذ شوتجنين بومب تقعد تغير بيناتهم، بس عدلوها بشكل سريع. بس اللي متذكر أيام هالحركة كان الدعس مو طبيعي. والله لسه متذكر كثير أشياء في اللعبة. أوكي لا 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 لا. أوكي الجيم الأول لسه قاعدين نحمي. أوكي الجيم الثاني، هذا الجيم دعس خلاص. الجيم الأول بس كنت قاعد أتذكر اللعبة. كمان هنزل على تلتد، على تلتد. ايوه يلا، في حد ابي بسرعه، ابي اتضارب مع حد. هو تعال 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 تعال. لا 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 لا، تكفى 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 تكفى. شو الغباء هذا الجيم دعس خلاص. رقصت حالي، كنت ابي استعمل القنبله الثانيه اللي تخليني اطير. اوكي شباب، دائما بيقولوا الثالثة ثابتة صح؟ حرام! الله ياخذك يا اخي. شو
شباب عندي احساس انه هذا جيم الفوز ان شاء الله، فان شاء الله هالجيم في واحد لازق، فليش جاي وراي هذا؟ ايش تبي؟ تعال تبي تموت؟ يلا تعال 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 ابلع. طلع جاي يبي يضرب فيني يا شل غبي. كويس اني لقيت متكت على طول ارجع عبي الهيلث. شفتك 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 تعال. والله يا ان الايم عندي رايح فيها، مدري كيف مات. وين 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 يلا انقلع بس. تركي مسوي فيها القوي. ها هذه المنطقة ما اتذكرها صراحة، شكلها جديدة. تعال 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 تعال. سلام عليكم. والله انه مسكين، سويت له اكبر سبرايز بالتاريخ. لا لا يا شباب، شكله شكله هالجيم جيم الفوز شكله. اوه تذكر هذا اللوت المستفز اللي يرمي لك اللوت لتحت، كان لازم احط خشبه تحته. وين 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 قاعد نضرب قاعد نضرب قاعد نضرب، واللي قاعد يضربني معاه سكار. خلني اهرب لاني ما صراحه ما اعرف وينه، ما اعرف وينه. الان بين معي وينه. تعال تعال تعال. ابلع. اوه والله الايم عندي زبالة. كويس انه مات. هناك في معركة طاحنة صايرة، لازم العب بحذر. باقي 14 واحد وهناك في معركة. ايش صاير؟ اوكي شباب انا على حدود العاصفة وباقي 10 فقط عايشين. الوضع الان صار صعب. في بوش في بوش، شفتوا البوش اللي قاعد يتحرك؟ شفته. اوكي لازم ادير بالي من البوشات، لكن اوكي لازم اغير مكاني، بس لازم اكسر، ولو كسرت هيطلع صوت، بس ما في حل ثاني. في بوش لازم انتبه من البوشات. اوكي العاصفة بتسكر علي، لازم انتبه من البوشات. ممكن هذا البوش يكون واحد او هذاك البوش. اوه احتاج هذه حتى، بس اخذها بدل ايش؟ بدل الشقشق؟ لا بدل السكار. والله ما ادري والله ما ادري، باخذها بدل السكار. في معركة طاحنة صايرة هناك، انا ما راح اتعارك، بخليهم يتقاتلوا وبدخل على اخر ناس. والله يا شباب قاعد ترجع لي ذكريات فورتنايت، كيف كذا على اخر الجيم والماف الاصلي. والله انها كانت احلى ايام جيمينج. ان شاء الله ما حد يشوفني، يا رب ما حد يشوفني. في واحد هنا، اهرب اهرب، ما بيتقاتل ما بيتقاتل. انا جبان انا جبان انا جبان انا جبان، ما بيتقاتل. بشرب الشقشق عشان اخذ درع 100. باقي 3، باقي 2. وين الاخير؟ الاخير فوق. اوكي 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 انا واخر واحد. اوكي شفته 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 شفته، هذا هو هذا هو. ما ابي سلاح ابي سلاح ابي سلاح يوصل بعيد. شوفوا يدي شوفوا يدي. ما توقعتها بهالغباء كذا، ماخذ مو ماخذ كفر مو ماخذ شيء. والله من زمان ما حسيت بنفس الشعور الفرح هذا، من زمان ما حسيت بنفس الشعور. لا لا يا شباب فورتنايت فورتنايت راجع بقوة مو طبيعية. وبكذا يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. مثل ما شفتوا اللعبة صارت جدا جدا ممتعة. أتمنى الماب يظل موجود دائما. ولا أجاوب على سؤالكم، لا هالسنة ما راح أسحب على كول أوف ديوتي،
راح أضل ألعبها، بس لو الماب هذا ظل موجود فكمان راح ألعبه بشكل جدا كبير لأنه رجع لي كل الذكريات الجميلة. فعلى نهاية الفيديو أتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، ولا تنسوا أنكم تشاركوا بالجيف أواي على 10 OG باتل باس للعبة. وبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.